أشرف السيد سمير الطيب وزير الفلاحه والسيد نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل على تدشين مقر الجامعة العامة الفلاحية بمقر وزارة الفلاحه والموارد المائية والصيد البحري. سعينا هو أن دائما نلقاو حلول للمواطنين وإثارات وعمل القطاع الفلاحي معناها بكل أصنافهم، لأنه نعتبر أنه العمل في ظروف طيبة وفي مناخ اجتماعي طيب هو أفضل سبيل لتحقيق النتائج، وما تحقيق النتائج قاعد تحقق في وزارة الفلاحة والفلاحة بصفة عامة إلا دليل على أن هالمناخ هذا مناخ طيب ومناخ اجتماعي. ومن جهته ثمن السيد نور الدين الطبوبي بمجهودات وزارة الفلاحة لدعم عمل الجامعة العامة للفلاحة. اليوم ثم نشكر كل من ساهم وأسهم في هذا المقر اللي تواجد في مركب وزارة الفلاحة اللي هو قضايا متشعبة جدا، إن شاء الله يكون إضافة معناها ليكون قريب من الموظفين ومن العملاء من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم يسهم معناها في حل القضايا الشائكة. وكذلك الاتحاد ليس دوره اجتماعي فحسب، وإنما دوره قوة اقتراح معناها من أجل الخيارات معناها الوطنية، ومن أهم الخيارات هو قطاع الفلاحة اللي هو قطاع استراتيجي على مستوى الأمن الغذائي وعلى مستوى التصدير. فهذه القضايا سنكون نكون رافض من روافض الدعم والتنمية اللي فيه خير لبلادنا وفيه خير للاتحاد العام التونسي للشغل. وخلال تغطيتنا لحفلة تدشين لاحظنا عدد من أعوان وموظفي وزارة الفلاحة يحملوا الشارة الحمراء مطالبين بتسوية وضعيتهم. نشوفوا اليوم كل الأعوان يحتاجوا، لأنهم الأعوان هذوما كانوا دائما بدون حقوق مثلهم مثل زملائهم. نشوفوا أنه مثلا نعطيك مقارنة، المستشار أو المهندس أو الواحد في مؤسسة عمومية أو في رئاسة الحكومة أو في أملاك الدولة، وهذا ما زملائنا وأصحابهم نتمنى لهم الخير، لكن ثم فارق كبير، ثم ما ثماش عدالة اجتماعية ما بين في رئاسة الحكومة باش توفر للناس هذه حقوقها. هذاك علاش اليوم احتاجينا اليوم نقولوا، وأنه راهو ما عندناش باش نسكتوا، رانا باش نتكلموا بالحدة حضارية. مساواة ما بين الوزارات، الوزارات الكل تاخذ في منح وتاخذ في كل شيء الا احنا وزارة الفلاحة. فهمني جاينا اليوم على خطاب مسيس، فهمني يحكي لنا على ليزي وعلى الانتخابات وعلى الانتخابات، نحن شيمنا فيهم انتخابات، نحن حسبونا وضعيتنا. بربي انا شوفير في وزارة الفلاحة من عام 87، نتنقل كامل الجمهورية التونسية، والديبلاسمون نتاعنا ما يجي حتى شيء 7000 فرنك ولا قداه، ونمشوا بالمبيتة فهمني 18000، مش تصرف منهم مش تاكل منهم مش تبيت بهم مش تعمل حاجة، وزيد كي نعدوا للضاف المسؤولين في الضاف غاديك اللي لاهين بالديبلاسمون هذوما ما يسبوش لنا الديبلاسمون نتاعنا. نشوفوا احنا في الحكومه كيفاش هي تكرس في سياسه التفرقه بين الاسلاك في صلب الوظيفه العموميه، واحنا مش نقولوا لهنا راهو سي رانا ما عادش مش نسكتوا على حقوقنا، خاطركش هي ما عادش هي حكايه مطالب ولد حقوق تهم اعوان وزاره الفلاحه بصفه عامه. راهو عندنا الانظمه الاساسيه الخاصه، وعندنا الترقيات الاستثنائيه، وعندنا المنح الخصوصيه اللي تمتعوا بها الوزارات الاخرين، راهو يلزمنا نتمتعوا به ومش نتمتعوا به، وان شاء الله مواصلين في النضال. وفيما يخص احتجاج اعوان الوزاره كان هذا رد السيد نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل. بطبيعه الحال هذيك دلاله معناها رافعين الشاره الحمراء، دلاله نتاع وعي معناها مكرسينا في منظورينا، كل انسان عنده غضب معناها وعنده طلبات كما عمال الحظاير كما الموظفين في منحة الخطر نتاعهم، كما اليوم الفنيين معناها في دعم في المخاطر اللي يخدموا فيها، كما العملاء، كما معناها الإطارات نتاع وزارة الفلاحة، كل هذه الأسلاك جزء لا يتجزأ من القضايا الاجتماعية اللي مطروحة عن طريق الجامع العام للفلاحة، واللي كانت عنه روح وطنية ومسؤولة أن ما ثمش تحركات معناها في الفترة نتاع الانتخابات. اليوم الانتخابات تعدات، إن شاء الله في الفترة القادمة مش تكون، إذا لقينا أذان صاغية، احنا دعاة حوار وحوار مسؤول وجدي، وإذا ما لقيناش أذان صاغية حقنا الدستوري سنستعمله في الضغط الإيجابي من أجل تحقيق مطالب هذا القطاع، لأنه تأخرت أكثر من اللازم.